أنا وزوجي قصتنا بدت من المطبخ، نقدر نقول اتعرفنا على جروب بتاع طبخ مشهور جدا في السودان. فأنا يوم كنت بالليل ما قادر أنوم، أحب أتصفى على الجروب، بعدين الزواج وبدت حياتنا بالمطبخ. أيوة الجماعة ده هو الأكل فعليا. عندي فكرة، بما أنه الليلة جايين لنا ضيوف، تعرف أكلتنا بتاعت الشيا؟ هنعمل شيا؟ أي في رمضان، غريبة صح؟ جدا. لكن حامل عليها إضافات عشان تناسب الجو الرمضاني. أيوة. أخذ خضار وعملها على طاجن وبالفرن، بدل تتشوي على الفحم لا تكون بالفرن. حلوة صح؟ ستايل جديد. أوكي. أعتقد حتعجبهم. حبيت التجربة دي عشان أعيش إحساس الجمعة والعيلة مع بعض، وكلنا نشارك إعداد الأكل بتاع رمضان عشان بيطلع والله طعمه بيطلع أجمل. الليلة إحنا كلنا شيف، فأنت حتقطع لي الخضار وأنا حجهز اللحمة وحنعمل الطاجن. عشان كلنا شيف أنا حساعد اليوم يعني. أيوة. أوكي. يلا نبدأ أول حاجة نغسل يدينا.